لستراس أمضت طفولتها شمالي إنجلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز. هي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتهما يسارية. درست السياسة والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد. التقلبات السياسية تميز لستراس. كانت تنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي، ثم انتقلت لحزب المحافظين عام 1996 لتتولى عبر السنوات مناصب وزارية في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، لتكون الخارجية البريطانية أحدث الحقائب الوزارية. عارضت بريكسيت بشدة لتعود وتؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزيرة الخارجية الطامحة لرئاسة الحكومة تريد خفض الضرائب وتخفيف أعباء الأزمة المعيشية على المواطنين. مواقفها متشددة في السياسة الخارجية، خاصة ضد الصين وروسيا، وهي من مؤيدي برنامج رواندا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. لستراس التي عارضت أشهر نساء عالم السياسة المرأة الحديدية مارغريت تاتشر والتظاهرت ضد سياساتها وحكومتها في الماضي، تريد بعد عقود زعامة حزب تاتشر. من لندن ريما مكتبي العربية.